السلام عليكم. اليوم نروحوا منطقة جديدة واسمها منطقة فوعيس، واللي تقع على في القرب من مدينة بومرداس، واللي تعرف يعني التطوير العمراني رهيب، يعني نوعا ما فيه نوع من العشوائية، لكن فيه بعض المشاريع الخاصة للخواص اللي تعتبر يعني راقية وجيدة والتصميم يعني مليح. هنا رانا في المنطقة، هنا نشوف الشارع، هذا الشارع الرئيسي تاع المنطقة هذه، واللي تم يعني إنجاز تاعه في عندها بضعة أشهر، يعني التهيئة تاع الطرق تاعه، وفيه بعض الإقامات الجميلة اللي تمد نظرة جميلة جدا. نشوف العمارات هنا، حتى من ناحية التصميم يعتبر مقبول. نزيد نروح نشوف مناطق أخرى، وبقوا معنا حتى نهاية الفيديو، فيه بعض مناطق أخرى ثانية جميلة نروح ليها. والملاحظ في هذا يعني التهيئة في هذه المنطقة هو قضية التهيئة الخارجية تاع الأحياء، مازال ما تواكبش يعني العمران، فيه نقص من الناحية تاع التهيئة. هنا ندير لو رون بوان تاع المنطقة باش نشوف يعني الجوانب تاع الرون بوان هذا، واش كاين واش ما كاش. وكذلك المعروف أنه في ولاية بومرداس فيه مناطق كثيرة في هذا فيه تطور عمراني، على غرار يعني أغلب الولايات نتاع الوطن فيه تطور عمراني ما شاء الله. هنا نشوف منطقة خضراء، فيه فضاءات خضراء إن شاء الله ما يمسوهاش، تبقى هذه الفضاءات نتاع الأشجار هذه وكذا، تبقى ما يعاود ما ينحوهاش وما يغزوهاش البيطون. هنا ندخلوا في يعني إقامة سكنية على اليسار، وكذلك نشوف بعض الإقامات هنايا، حتى بعض الفيلل، لكن كما قلنا الشيء المؤسف هو غياب تهيئة خارجية، وهذا الغياب تاع التهيئة غياب من ناحية يعني العمل، يعني لا ميزون اوفر، لا رياليزاسيون تاع لي تروطوار وكذا وكذا، وكذلك غياب قانوني من ناحية القانون. ما كانش نلاحظ انه هنا نشوف بلي ما كانش فرض للقانون العمران من طرف يعني المسؤولين تاع الولاية، المسؤولين تاع التهيئة العمرانية والمديرية تاع العمران والمديرية تاع يعني تاع الـ ISDP تاع الطرقات وكذا، ما كاش فرض للقانون. شوف هنا الضيق تاع الطرقات، المفروض يعني المفروض الدولة تتكفل بالفضاءات العامة، لي زيسباس اون كوما لازم الدولة تتكفل بهم، تو سكي اون كومان لازم الدولة تتكفل به، ما كاش فرض لنمط عمراني معين، رغم انه الاقامات كما رانا نلاحظ فيه اقامات كثيرة وكبيرة ويعني ومبنية يعني بشكل يعتبر مقبول. يعني ماشي مؤسف انه يعني نيفور كان جهد كبير في تطوير العمران، لكن غياب التهيئة وغياب لا بروغراماسيون وغياب التصميم العام، لو بلون دوكيباسيون سول، يعني هذاك الغياب تاع هذه المقاييس يخلي الأحياء تروح يعني في ضيق، يعني لا سيركيلاسيون يعني تصعب في المحيط كما هذا. ونزيد نشوف أشياء أخرى في ما
مناطق أخرى. وهنا كان فيلا على اليمين، فيلا رائعة، أنا ربما ما تظهرش مليح لكن الفيلا رائعة. أنا يعني سقمت شوية، يعني التصميم تاعها رائع، لكن الطريق ما فيهش أرصفة، ضيق، شيء يعني مؤسف أن الدولة ممثلة في مسؤولين محليين على مستوى البلديات والولايات والمديريات تاع التعمير وكذا، لا يراعون ولا يسهرون على يعني تهيئة هذه الفضاءات، ويعني يسهرون على يعني احترام قوانين عمران. يعني لازم تفرض قوانين تاع عمران ولازم تحترم، لكن للأسف نشوف هنا يعني فيه يعني شوية أمل أنه بعد انتهاء الأشغال ربما ستزال بعض لي مير دو كلوتور هنا، بعض بس كان دي مير تاع الشنطيات ديك الاخر، تزال هذيك يعني السوار هذوك ينحوهم شويه، يبان شويه الفضاء كبر نوعا ما، نوعا ما يزيد يعاود يكبر. كما هنا فيه سور، هنا نشوف هنا إقامة، وهنا هذا السور هذا ربما سيزال عندما تنتهي الأشغال، السور هذا يتنحى ويسمح في مجال تكون فيه يعني مجال باش يكون رصيف، يعني مكان السور هذا يعني يكون فيها نوع من الاتساع. المفروض الدولة تفرض حتى ولو احنا في الوقت هذا، يعني في المرحلة هذه تاع يعني تاع التطوير تاع الحي هذا، ممكن الدولة تجي تنترفوني وتسي تسقم الحالة، تفرض يعني كاليبراج تاع الطريق، مثلا الطريق تكون كاليبرية بنفس العرض على طول الطريق هذه، يكون فيه فرض بعض الاحترام بعض الفضاءات العامة. وانا نشاهد مدينة بومرداس اون فاس، يعني مشي مقابلة عند من المدينة تاع بومرداس، وهنا هذا الحي تاع فوعيس، وهنا عندنا طريق كبير، هذا طريق كبير واسع ما شاء الله، لازم يهيأ يعاد تهيئته، يعني الأرصفة تهيأ بطريقة جيدة باستعمال دي ماتيريو نوبل، دي ماتيريو دو كاليتي، باش تكون يعني تهيئة المستوى. هنا عندنا نروح نشوف هذه إقامة جديدة كذلك، هنا الإقامة الأشغال انتهت بها، لكن يعني الإقامة هذو ما كاش كما قلنا، ما كاش ان بلان دوكيباسيون سول عام يعني يوضح كاع الإقامات كما في يعني لو بلان سيتياسيون، نقولوا حنا لو بلان سيتياسيون ماهوش واضح. المهم الإقامة من داخل، نشوف الإقامة من الداخل يعني تبان جيدة، تبان جيدة. نكتفي بهذا القدر، خليكم مع نهاية الفيديو، السلام عليكم.